try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في واحد لفيديو جديد. ففي هذا الفيديو ان شاء الله نخدمو على تصحيح العادية 2012، وبالضبط الفقرة تاع الهندسة الفضائية. نحاولو كيفاش نشفرو ثلاثة النقاط. نوليو شفارة، ولكن شفارة بوزيتيف، يعني الهدف تاعنا هو نشفرو النقاط. اللي يقدم لكم هذا الشيء هو رئيس العصابة، يعني هو اللي يعلمكم كيفاش تشفرو ثلاثة النقاط. الهدف تاعنا هو ان شاء الله فكل شيء يجيب واحد النقطه زوينه في الرياضيات. في الرياضيات اللي هي واحد الماده زوينه، واحد الماده اللي هي سهله باش نجيبوا فيها النقاط صراحه، وتتحط داك الشيء ساهل، يعني براتيك تاعو ساهل، وتحتاج شويه العقل، ما تحتاجش بزاف. ان شاء الله نخدموا على بزاف كما تلاحظوا في القناه تاعنا، فتنخدموا بزاف على صحه الوطنيات باش نكملوهم ان شاء الله. نحاولوا نديروا التصحيح الشامل، وهذه اول قناه تحاول تخدم الوطنيات اللي هما كاملين. من بعد ان شاء الله منا نخدموا على الوطنيات السنوات الجايه، نولوا نخدموا على الدروس، نخدموا على اي حاجه ان شاء الله. نبداو على بركه الله نعرفوا كيفاش نشفروا ثلاثه النقاط. نقرب لكم امتحان، فهذا هو الامتحان، هذا هو الامتحان تاع 2012 عليه ثلاثه النقاط كما تشوفوا. حنا نعرفوا كيفاش نشفروهم، نخدموا باش نخدموا باش نعرفوا كيفاش نشفروا ثلاثه النقاط. نبداو على بركه الله. السؤال الاول عطاونا نعتبر في الفضاء المنسوب، هذيك الهضره تاعهم عطاونا اهم حاجه النقطه ا، نكتبها نقطه ا، نكتب نقطه ا، نخليها نقول لكم نقطه ا، وعطاونا النقطه بي والنقطه سي والفلكة اس التي معادلته، عطاونا المعادله تاعها. السؤال الاول كما تلاحظوا بانه عليه نص نقطه، هاك قال لك بين ان مركز الفلكة اس هو النقطة اوميغا وشعاعها هو جدرة الاجا. فاللي ديجا شايفين الفيديوهات اللي قبل فتنظر بانهم يكونوا يعرفوا يشفروا هاد نص نقطة بكل سهولة، واللي اول مرة تتبعنا فان شاء الله يعرف في هاد لا فيديو كيفاش يشفر نص نقطة. فمدوا على الله ببركة الله. هذا هو التمرين. نكتب المعطيات، نكتب معطيات هنا حدايا باش نخدم عليهم. نقسم الورقة على جوج. المعطيات اللي نحتاج قال لك السؤال الف هو خصنا نبينوا بان مركز اس راه هو اوميغا اللي هو 1 0 1، والشعاع تاع اللي رمزوا لي اي هو جذر 3. هذا هو الهدف تاعنا، هو لقاو هذا التعبير. مي حنا خصنا اس، نقول لي اول حاجه لدينا نحط المعادله الديكارتيه، لدينا اول حاجه نحط المعادله الديكارتيه للفلكه هي شحال، اللي هي اكس او كاري زائد ايغريك او كاري زائد زد او كاري ناقص 2 اكس ناقص 2 زد ناقص 1 تساوي الزيرو. اي ان شو طريقه سهله، اي ان مركز الفلكه هو جوج نقاط. شو الطريقه كي دايره مركز الفلكه؟ سماولينا اوميغا، نجي ندير اوميغا بحال هكا وندير تساوي وندير واحد لام بحال هكا، ندير اكس اوميغا ايغريك اوميغا زد اوميغا. هادشي تبقى غير تعاود تساوي تندير كسر تنشد داك المقام تاع كامل تاع داك الكسور كامل، واش نقسمو على ناقص 2، ناقص 2 هنا ناقص 2 هنا وناقص 2 هنا. هنا تمشي نقلب على اكس واغريك وزد، نمشي غير اكس، هذا ما تلمسوش، اللي عندهم الدرجه واحد ماشي الدرجه جوج، ما تلمسهمش هذا ترونكيل. نمشي حدا اكس، فين هو اكس؟ هو كاين اكس، هو يعني كاين المعامل اللي حداه هو شحال هو ناقص 2. نشد ناقص 2 ونحط هنا كوبي كولي بالاشاره تاعها ناقص 2. دابا نهتم باغريك، نمشي هنا، واش هنا عندي اغريك؟ لا ما عنديش، عندي غير اغريك او كاري، عندي هنا غير اكس وزد، يعني ما كايناش اغريك، يعني المعامل تاعها يساوي زيرو. ها هي يساوي زيرو، مزيان. نمشي دابا عند زد، نمشي عند زد، شنو هو المعامل اللي حداها؟ المعامل اللي حداها ناخذ بالاشاره تاعها هو ناقص 2، ها هي ناقص 2 في النهايه. ومن بعد تنجي نحسب عادي، فناقص 2 على ناقص 2 يعني تعبير عن نفسه يعطيني 1، زيرو على ناقص 2 زيرو على اي عدد يعطينا زيرو، ناقص 2 على ناقص 2 يساوي 1، لتستلزم ان اوميغا الاحداثية تاعي شحال هي 1 0 1. وتنظن بان هذا الشيء اللي بغاوها هي 1 0 1 بكل سهولة. وشعاعها وشعاع الفلكة
الفلكة اس تنديرو اس هو شو ده هو الطريقة كي دير تنديرو اغ تساوي جذر تاع اكس اوميغا او كاري زائد اغريغ اوميغا او كاري زائد زد تاع اوميغا او كاري ناقص دي. هنا دائما تنديرو ناقص دي. فالدي شنو هو الدي؟ الدي هو داك لي تكون ترونكي، هو داك العدد اللي ملاصق معاه لا اكس لا اكس اس 2 ترونكي ملاصق معاه حتى شي حاجه عدد. الا كان هنا سالب فالاشاره انها تبدلت تولي موجبه، كان موجبه تبقى سالبه. حنا اكس اوميغا هو شحال؟ هو واحد، نشد واحد ونرفعو او كاري زائد اكريك تاع اوميغا هو شحال؟ هذا دائما هذا هو تمثل ليا اكس وهذا هو اكريك، هذا هو الزد، هذا الافصول، هذا الارسوب، هذا الانسوب. اكريك هو شحال؟ هو زيرو او كاري زائد الزد هو شحال؟ هو واحد او كاري ناقص، هي ناقص تاع الخاصيه. ولكن تنجل هذاك العدد اللي ترونكيل وشنو هو؟ هو ناقص واحد، فالناقص مع هذا الناقص تولي هي زائد واحد. طافقين؟ فإذا كان داد العدد اللي ترونكيل سالب، فالسالب مع السالب يولي موجب، كان موجب راه يبقى هاد البلاصة سالبة. دابا نجي نحسب الحساب تاعي عادي، الهدف تاعي أنا هو القشدر تلاجة. فواحد أوكاري شحال؟ اللي هي واحد. زيرو أوكاري هي زيرو، يعني لا داعي باش ندير ليهم زيرو. زائد واحد أوكاري هي زائد واحد، زائد واحد عاود تاني هنا هي واحد. شحال يساوي ليا هادشي؟ يساوي ليا جذر ثلاثة. واش نضرنا لشي هما على شي قلبوا، ها هي جذر ثلاثة. اذا اغ تتساوي جذر ثلاثة. وبهذا نكون كملت السؤال الاول. اول شيء ندوز دابا للسؤال الثاني، نقربوا اكثر باش يبان هذا الشيء. ندوز للسؤال الثاني. قال لك بين ان مركز الفلكه اس هو، حنا جاوبنا عليه بصحتكم وراحتكم ربع نقطه. دابا ندوزو نشفرو 0.75 يعني نقطه قربع. قال لك بين ان هذا التعبير يساوي التعبير، هذا هو الجزء الاول تاع السؤال يعني على نص النقطه. وتحقق يعني هذه فقط عليها ربع نقطه لان عليها تحقق. باش نبينو انا هذا، فهذا من تقول لك متجهه في مقلوبه يعني متجهي واحد المتجهه اخرى، فعرفونا نستعمل الجداء المتجهي. فالجداء المتجهي ديجا درت فيه واحد الفيديو قبل، اللي ما شافوش فيدخل لاشين يشوفوا. حنا دابا نجو نبينوا ليهم هذاك الشيء اللي بغاو. السؤال الثاني اش بغاو؟ قال لك اسيدي بين بان ا بي متجهي ا سي تتساوي هي اي ناقص ك. هنا نحتاج بعض المعطيات اللي كانوا ديجا عطاوها ليا. عطاوني بان ا الاحداثيه تاعها اللي هي واحد واحد ناقص واحد، وعطاوني بلي الاحداثيه تاعها زيرو واحد ناقص جوج، وعطاوني السلي الاحداثيه تاعها هي ثلاثة جوج واحد. فاول حاجه نمشي ندير نحدد الاحداثيات تاع ا بي، شنو هي الاحداثيه تاع ا بي، ونحدد الاكس تاعها واكريك تاعها والزد تاعها. يعني بلغه اخرى نحدد الافصول والانسوب والارسوب. صافي، سو طريقه سهله. نقول له لدينا ا بي ماذا تساوي؟ الاحداثيه تاعها ما نديرش تساوي، تنفتح قوس، هي اكس بي ناقص اكس ا فاصله. دائما تبدا بهذاك اللي تحت منه السهم. شنو هو اللي تحت منه السهم؟ هو يعني النقطه الثانيه هي اللي تنحطها وتنقص منها النقطه الاولى. كذلك بالنسبه تولي هي اكريك بي ناقص اكريك ا، او ثاني زد بي ناقص زد ا. بالنسبه لاكس بي هو الاول، دائما الترتيب اللي كنت قلت لكم قبيله دائما اكس اكريك زد. بالنسبة لإكس بي وشنو هو؟ يبقى الإكس تاعها وشحال؟ هو زيرو، دائما تندير ناقص هاكاك. بالنسبة لإكس أ هو شحال؟ هو واحد، يعني ندير هنا ناقص واحد فاصلة. إكريك بي وشحال؟ هو واحد، أش نقص منه؟ ناقص على الخاصية واحد. إكريك أ وشحال؟ هو واحد. زد بي شحال؟ هي ناقص جوج، ناقص على الخاصية. إكريك أ وشحال؟ هو ناقص واحد، ولكن ناقص مع هاد ناقص على الخاصية تولي هي زائد واحد. يعني ان ا بالاحداثيه تاعها شحال؟ زيرو نقص منها واحد هي ناقص واحد، واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد. فاللي عنده مشكل في الحساب يستعمل الكالكول باش ما يغلطش. صافي، مي الحساب تيبان ليا انا ساهل. ولدينا
ولدينا دابا من نحدد الاحداثيه تاع ا بي مش نحدد الاحداثيه تاع ا سي، حتى هي بنفس القضيه. يعني تكون عندي النقطه الثانيه هي تنحط الاولى، يعني هي اكس سي ناقص اكس ا، إيغريك سي ناقص إيغريك أ، و زد سي ناقص زد تاع أ. بالنسبة لإكس سي فينا هو سي، هي النقطة سي، شنا هو الإكس تاعها اللي هي تلاتة، أش غنقص منو؟ إكس أ هي شحال؟ هي واحد فاصلة، إيغريك سي هي شحال؟ هي جوج، أش غنقص منها؟ إيغريك أ، إيغريك أ هي شحال؟ هي واحد فاصلة، زد سي هو شحال؟ هو واحد، أش غنقص منو؟ ناقص على الخاصية، واش نقص منه؟ ناقص ناقص واحد، قلنا إذا كان هنا سالب فإن تتبدل الإشارات تولي موجبة، زائد واحد، ثلاثة نقص منها واحد اللي هي جوج، جوج ناقص واحد تعطينا هي واحد، واحد زائد واحد تعطينا جوج. هذه هي الإحداثية تاعش تاع أبي. دابا مش نحسب ليه هذا الشيء اللي بقال لي. أول حاجة مش نحطوا التعبير أبي، أبي متجه، هذا الرمز في مقلوبة تعني متجه، أسي تساوي ايش؟ فاول حاجه تندير هي تندير هذه اللقطه، هذه تندير هنا لاما بحال شكل معقوفه، تتساوي اي متجهه لاما ناقص جي متجهه لاما زائد ك متجهه لاما. هذه اول حاجه تندير. هنا تمشي نحط الاحداثيه تاع اش تاع ابي بشكل يكون عمودي. الاحداثيه تاع ابي شنو هي؟ هي هنا عفوا اس ابي شحال هي؟ ناقص واحد، زيرو ناقص واحد. هنا في الطرف الثاني تندير الاحداثيه تاع اس تاع هي بشكل عمودي اللي هي شحال؟ اللي هي جوج واحد جوج. من بعد اش ندير؟ تنجي تندرك السطر الاول الفوقاني، تنجي ندرك شحال يبقى ليا؟ يبقى ليا غير الطرف، نشدو كوبي كولي، نجي نحطو هنا زيرو واحد ناقص واحد جوج. مزيان، دابا ندرك السطر الثاني، نجي ندرك السطر الثاني، اش يبقى ليا الفوق؟ يبقى ليا ناقص واحد جوج ناقص واحد لتحت جوج. مزيان، دابا ندرك السطر الثالث، شحال يبقى ليا هنا؟ يبقى ليا ناقص واحد جوج زيرو واحد تساوي. يعني نخليها ترونكيل وتنجي. شوف لاحظوا معايا، دائما تندير هذيك اللعيبه تاع غاما. راه قلت لكم اللي مشاف الفيديو ما يلقاش عمره ما يلقى مشكل مع الحساب المتجه، يعني هدف هذا ناقص ناقص تكون عندي تاع الخاصيه، هدف هذا عاوتاني، هدف هذا ناقص هدف هذا، هدف هذا ناقص في هذا، في هذا دائما هكا ناقص هكا. زيرو مضروبه في جوج هي زيرو، ندير الناقص تاع الخاصية ونفتح قوس، ها هو قوس فينا هي. عندي ناقص واحد مضروبة في واحد هي شحال؟ هي ناقص واحد، نسد القوس، ناقص جي نفتح قوس. عندي ناقص واحد في جوج هي شحال؟ هي ناقص جوج، ندير ناقص ونفتح قوس، ناقص واحد مضروبة في جوج تعطينا هي ناقص جوج، نسد القويس ونسد القوس الكبير زائد ك، نفتح قوس. ناقص واحد مضروبة في واحد تعطينا سيدي هي ناقص واحد، ناقص نفتح قوس. زيرو مضروب في جوج تعرفوا بأن زيرو مضروب في أي عدد يعطينا هو زيرو، يعني نسد القوس. ماذا يساوي؟ ماذا يساوي؟ يعني أن إي هنا ناقص، لاحظوا معايا هنا ناقص مع الناقص، الطريقة راه سهلة عندكم وتغلطوا في الحساب. الناقص مع الناقص تعطيني زائد، يعني الداخلة يبقى ليا واحد ناقص جي. هنا ناقص جوج تبقى ليا ياك، ولكن هنا لاحظوا معايا فالناقص مع الناقص تولي زائد، تولي زائد جوج. دائما ناقص على الخاصية الناقص، واش نفتحو قوس هاد الناقص تاع التعبير اللي تكون عندي داخل اللامات، زائد ك هي شحال؟ عندي الداخل ناقص واحد نقص منه زيرو يبقى عندي ناقص واحد. يعني في الاخر اش ندير ليه؟ ناخذ ورقة في الاخر ندير ليه بأن ا بي متجه ا سي ماذا تساوي؟ عدي متجه اي مضروبة في واحد، نجي ندير هنا اي مضروبة في واحد تعطينا هي اي، هاهي فينا يا سيدي. هنا اش يوقع ليا لنا الداخل؟ عندي ناقص جوج زائد جوج، عددان متقابلان شحال يعطوني؟ زيرو، زيرو مضروب في الجي يعطيني ناقص زيرو جي، يعني لا داعي باش ندير الزيرو، كما تتعرفوا زيرو مضروب في أي حاجة تعطينا زيرو.
زائد ك مضروبة في ناقص واحد، هاد الناقص تغلب لي على الزائد وتولي هي ناقص ك. وتنظر بأن هذا الشيء اللي بغاو، وهذا هو الهدف تاعنا اللي حطيناه المرة الأولى، هو أبي متجه أسي شحال خاصها تساوي ليا هي إي ناقص. نجيب امتحان باش يبان لكم بأن هاد الشيء راه اللي باغين. كما تلاحظ ها هو النتيجه اللي لقينا، وها هو الشيء اللي باغين. فقط هنا جاوبنا على نص النقطه، تنقول لكم اللي عرف يجاوب عليها تنقول ليه بالصحه والراحه. دابا ندوزو لتحقق. دائما الاسئله تاع تحقق تكونوا سهلين، تكونوا عليهم مربوع نقطه. تحقق من ان هذه هي المعادله الديكارتيه للمستوى بي. شو لاحظوا الطريقه سهله. هنجي ناخذ انا اش خاصني نبين، هذاش من سؤال، داش من سؤال، سؤال جوج 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 الف. خاصنا نبينو لهم بان ابس المعادله الديكارتيه تاعي هي اكس ناقص زد ناقص جوج تساوي زيرو. واخا تيكون شي واحد عمره ما قرا الرياضيات فيتبع معايا ان شاء الله ويفهم فهمه اللي هي زوينه. يعني تنلعبو حنا راه بحال تنشرحو الريوسنا، يعني تنقول الناس الاخرين تما يفهموا تامات باش تما يجيبوا نقيطات اللي هما زوينه. شوف اول حاجه الى عطيك الحس يعني الجداء المتجه، يعني عطيك هذه اللقطه، فضروري تشد هذه اللقطه تقول ليه لدينا هذه اللقطه، غير هذه اللقطه ابي متجه اسي، ولكن اللي مبغاش يسميها هذه يسميها ان، ولكن الرياضيه الاكثر هي نسموها هذه. يدير قوس ويدير جوج فاصلات. هنا دائما شوفوا الترتيب تاع اي جي ك. بالنسبه انا الا بغيت اكس تاع هذا المتجه، باغي الاحداثيه تاع هذا المتجه، فاكس تكون اكس تكون حدا اي، مفهوم. انا باغي ايكغيك تاع هذا المتجه، راه ايكغيك دائما تكون حدا جي. باغي الزيد، راه الزيد دائما تكون حدا ك. متفقين؟ عنجينا واش عندي هنا اي؟ اه كاينه، عشان حل المعامل اللي حداها، راه حدا المعامل واحد، ها هو نحط ليهم هنا واحد، مفهوم. هنجي للجي، واش هنا عندي الجي؟ ما كايناش، يعني الجي ما كايناش، نحطو زيرو في اي. همشي للزد. دابا انا حاط دائما نحط كما قلت لكم، نحط الافصول اكس الارتوب اللي هو اي، الانسوب اللي هو زد. الترتيب راه مهم. ك عندي ياك، يعني نجبد منها الزد. شحال ك؟ شنو المعامل اللي حدا ك؟ ناخذ بالاشاره تاعو هو ناقص واحد، ناقص واحد مالها؟ منظمية. الجملة تبقى تعاود منظمية، منظمية على ABC، أي أن ABC. شنو هي الإحداثية باش ندير ABC؟ دابا ندير بحال المعادلة الديكارتية. شوف نشد هذا إكس، هذا هنا نضربو في إكس، دائما نضربو في إكس. واحد مضروب في إكس هي شحال؟ هي إكس. مزيان، عندي زيرو نضربو في إكغيك، زيرو نضربو في إكغيك هي زيرو. أي زيرو تنضربو في أي حاجة تعطينا زيرو، يعني تكون عندي نورمالمون هي زيرو إكغيك. أنا نديرها ماشي مشكل، من بعد ندير الطريقة الأخرى، نجي نكتبها مباشرة. هنا ناقص واحد فاش نضربو؟ العدد الثالث نضربو في الزاد. ناقص واحد مضروب في الزاد يعطيني هو ناقص زاد، زائد واحد ثابت نحددو تي يساوي زيرو. انا باش ندير معادله ديكارتيه خاصني جوج شروط، ديجا قلتها في الفيديوهات اللي فات، هو خاصني متجهه منظميه، يعني تكون عندي، يعني تكون عطينا لي في معطيات. الا ما كانش عندي تكونوا عاطيني الجداء المتجهه، تنجبدها من الجداء المتجهي، ونقطه تنتمي الى المستوى باش نحدد هاد دي. اي ان يعني ان ABC هي شنو هي؟ داكشي اللي فيه زيرو، يعني هي اكس ناقص زد زائد د تساوي زيرو. انا جيت مباشره ودرتها، نورمالمون نجي مباشره ونديرها، ولكن باش الاكثريه يفهم درت هذه المرحله. انتم الا فهمتوها ما ديروش هذه المرحله مباشره، اي انه كتبوا لي التعبير. دابا ها هي بانت لي، ها هي اكس ناقص زد د منها نجي نحسبوا ها هي شحال يخرج لي. يخرج لي ناقص 2. هذا الشيء راه هما اللي عاطين لي، انا خاصني نبينو باش نفهم. نقول ولدينا، غندوز الشرط الثاني. ولدينا شوف عندي ثلاثه نقاط، عندي ABC هما ثلاث نقاط. نمشي ناخذ النقطة اللي هي ساهلة. شنو هي النقطة السهلة؟ هي واحد، لأنه فيها الوحدات بزاف. صافي، يعني نمشي ونقول ولدينا أ. يعني شوف نتوما اللي عجبكم سيروا اختاروا، ولكن دائما اختاروا النقطة اللي هي ساهلة باش يكون عندكم الحساب اللي هو سهل. ولدينا أ، الإحداثية تاعها هي واحد، واحد ناقص واحد تنتمي إيش؟ تنتمي إلى المستوى ABC.
بس عاطينك بيدر بي، عاطينك جي دير جي اللي عاطيك ديري ديرو. لدينا اي امشي لهذا التمثيل البارامتري اكس، غنكتبو كما هو اكس ناقص زد زائد تي يساوي زيرو. غير هاد اكس وكون كون كنت عاد ايكغيك وهاد زد نعوضهم بالاحداثيه تاع ا، تقول لي اكس ا زد ا ماذا تكافي اكس ا وشحال عندي؟ دائما هذا هو اكس، هذا هو ايكغيك، هو زد. اكس ا وشحال؟ هو واحد ناقص الزاد يشحال؟ الزاد يشحال عندي هنا؟ هي ناقص واحد، ومعاد ناقص تولي هي زائد واحد زائد تي تساوي الزيرو. ماذا تكافئ؟ واحد زائد واحد تعطينا هي جوج زائد تي شحال تتساوي؟ زيرو. ماذا تكافئ؟ ان دي شحال تتساوي؟ دابا هذا موجب، نشدو اللوح من الطرف الاخر يولي سالب، يعني دي شحال تتساوي؟ ناقص جوج. كما قلت لكم دي القهوة تتساوي ناقص جوج. اذا شوف نتلخر، ما تبقاوش تعاودوا معايا الهضره، ديروا لي اذن وجي حيدوا التحقق. انا نقرب لكم، ديروا التحقق ونجو نكتبوا التعبير كوبي كوبي كول، ياك نجو نديروا التعبير كوبي كول. اش يقول لي؟ شوف شنو ندير لي، شوف شوف اش ندير لي، ما نلعبش معاه انا. نقول لي اذن، اذن هو قال لي تحقق من ان، نقول لي اذن ونجي من هنا. اذن اكس ناقص زد ناقص جوج تساوي زيرو، لان دي لعوضت الدعوه بناقص جوج عطيني التعبير. هي المعادله، هي المعادله الديكارتيه، الديكارتيه للمستوى، للمستوى ابس. وهذا تكونوا جبتوا 0.75 بكل سهوله، يعني كما تلاحظوا في الامتحان سهل. ها حنا جبنا شفرنا 0.75، يعني حد الان شافرين نقطه نقطه وربع. نمشيو للسؤال ب، قال لك تحقق عليه واحد، تحقق من ان دي يعني المسافه، المسافه ما بين اوميغا والمستوى ا بي سي تساوي جذر جوج. فكما قلت لكم اللي شافوا الفيديوهات اللي قبل، فهاد الشيء يجيهم سهل بزاف. حنا نجيو نتحقق، هذا في جوج اسئله. الشطر الاول تاع السؤال هو تحقق، والشطر الثاني هو بين. صافي احنا نجيو نتحققوا اليوم من هذه، نجيو نديروها هنا، نجيو نتحققوا اليوم من داكشي اللي قالوا لينا. دائما نكتب السؤال قرب اوب. السؤال اللي قالوا لينا، هاد الورقه ساليت منها. السؤال اللي قالوا لينا قال لك بين بان دي، هذا السؤال دائما السؤال نديرو لكم بالتقطير بحال هكا. السؤال جوج ب، قال لك بان دي تاع اوميغا ا بي سي ماذا يساوي؟ هو جذر جذر جوج. شو اش نديرو ليهم؟ نديرو ليهم، نديرو ليهم دي، التعبير اللي داروا لينا. كل ما قالوش لينا دائما حسب المسافه نديرو دي، دي تاع اوميغا، اوميغا هي المسافه عن اوميغا. راه في السؤال يقدروا يقول لك في السؤال احسب المسافه اوميغا على المستوى اب، تندير لها نفس الطريقه اب اس اب اس. ماذا تساوي؟ تندير كسر بحال هكا، الفوق تندير القيمه المطلقه، والتحت تندير الجذر. هادي تنحسب مسافه نقطه عن مستوى. فاحنا نشوفوا كيفاش نحسبوا مسافه نقطه عن مستقيم، طريقه تاعها واحده اخرى. فالفوق تنحط تمثيل المعادله الديكارتيه عفوا تاع المستوى ا بي سي، وهي شحال لقيناها؟ هي قال لك لقينا دابا اللي هي شحال، اللي هي هذه، اللي هي هذه. ها هي غنجي نحطها لي كوبي كولي وما نديرش تساوي زيرو، يعني عندي لا اكس ناقص زد ناقص جوج. مزيان، ولكن هاد اكس وزد تيولو اكس اوميغا وزد اوميغا. بالنسبه للمقام نورمالمون تنجي نحط هذه، ولكن باش ما ندوخكمش تنجي نصور راسي شنو هو العدد اللي حدا اكس. هو واحد، غنجي ندير واحد او كاري. دائما هنا تندير زائد، دائما دائما وابدا هنا تندير زائد. فكاينين شي مجتهدين تتبان لهم ناقص هنا وتجي يدير الناقص هنا، دائما زائد. هنا تنصور راسي واش كاينه اكغي، كاينه ما كاينش اكغي، يعني المعامل تاعي يساوي زيرو. دائما هنا زائد، نمشي نصور راسي شناهو الحدا الزائد. الزائد راه كاين ناقص، يعني الناقص هي ناقص واحد او كاري. ماذا تساوي؟ شحال عندي انا اكس اوميغا؟ هنا نحتاج اكس اوميغا، نكتبو هنا اوميغا كنا ديجا لقينا في السؤال الاول اللي هي واحد زيرو واحد. اكس اوميغا هو شحال؟ هو واحد نعوضو بواحد، ناقص ناقص تعاد ناقص. اوميغا هي شحال؟ الزائد تاع اوميغا هو شحال؟ هو واحد، تولي عندي هي ناقص واحد.
ناقص جوج، نخلي القيمة المطلقة هي ديجا دايرها. هنا واحد أس اثنان هي شحال؟ هي واحد زائد زيرو أس اثنان هو زيرو، لا داعي باش نديرو. زائد هاي في نهاية ناقص واحد أكارية تعطيني هي واحد. ماذا تساوي؟ الفوق عددان متقابلان مشاو، قالت لي القيمة المطلقة تاعش تاع ناقص جوج على جذر جوج. وحنا تنعرفو القيمة المطلقة، علاش نديرو هاد القيمة المطلقة؟ باش وخا تيخرج لي عدد سالب هنا مع القيمة المطلقة بالهلا يطري البابا هتمشي هاد الناقص. متفقين؟ علاش نديرو دائما القيمة المطلقة؟ كانت موجبة تبقى موجبة، كانت سالبة تولي موجبة، ولكن نخلو دائما القيمة المطلقة تولي هي جوج على جذر جوج. وبصفة عامة كديجا كاينها بأن أ على جذر أ تتساوي هي جذر أ، يعني ماذا تساوي؟ هي جذر اثنان. أو لا مشو نديروها في الكالكولاتريس ونلقاوها كيف موالفين. ها هي نديروها باش كلشي تبان لي، جوج على جذر جوج أو تساوي، ما تكذبش علينا، ها هي كما لاحظتو تقول لنا هي جذر اثنان ياك. ها هي كما تلاحظو. دابا ندوز نكمل صافي، ندوز على السؤال. اذا المسافه ما اوميغا ا بي سي ماذا تساوي؟ هي جذر اثنان. وبالصحه والراحه جبتو اربع نقطة، احنا جاوبنا اربع نقطة، احنا الهدف تاعنا هو نشفروا النقط. شفرنا اربع نقطة، قال لك ثم بين ان المستوى ا بي سي يقطع الفلك اس وفق دائرة شعاع واحد. فهذيك ديجا شرحت هذيك النار في واحد الوقت. هذه هي الورقة، هذه الورقة كنت شرحت فيها في واحد لافيديو اللي فات. قلنا إلا حسبنا مسافة نقطة عن المستوى بي، يعني يخرجوا لنا ثلاثة الحالات، يا إما نحسب هذيك المسافة وتكون تتساوي الشعاع تاع الفلاكة، أو لا تكون كبر من الشعاع تاع الفلاكة، أو لا ديك الدي تكون صغر من الشعاع تاع الفلاكة. قلنا إلا كانت تتساوي مماسة، إلا كان كبر فإن المستوى والفلكة لا يتقاطعان. قلنا إلا كان دي صغر من الشعاع المستوى يقطع الفلكة اس وفق دائرة مركزها وهو المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي. هذا السؤال جاي من بعد. وشعاع والي طالبين لا يساوي واحد، نستعمل هذه العلاقة بكل سهولة. نجي نشوف واش قال لك، هذا نقرب لكم كيف العادة. قال لك ثم بين ان هذه هي ثم بين ان المستوى ا بي سي يقطع الفلكه اس وفق دائره. شوف دائما الا كان عاطيك تحسب المسافه المساحه عفوا، شوف ناخذ ورقه باش نشرح فيها احسن. الا كان عاطيك دائما تحسب المسافه قبل تحطها لي كوبي كولا، تقول لدينا دي ديال اوميغا ا بي سي شحال تتساوي جذر جوج، وتنحط هنا اغ. اغ تاع الفلكه شحال لقيناه يساوي؟ لقيناه يساوي جذر ثلاثة. ها هو فين هو؟ لقيناه يساوي جذر ثلاثة، نحط لهم جذر ثلاثة هنا. واش نمشي للكالكولاتريس ونحسب جذر جوج؟ فالغالبا من قال لك يقطع وفق فلكه انا عارف اللي فيها ما يقول أيدير بانها اصغر مباشره، ولكن بينوها لان كاين شي واحد يقدر اول مره يكون يشوف الفيديو تاعنا. نمشي للكالكولاتريس ونحسب جذر جوج. اوكي جذر جوج، قرب باش يبان لكم جذر جوج ماذا تساوي. جذر جوج ولكن ندير انا بالفاصله هي شحال؟ هي 1.41. نجي نقارنها مع جذر ثلاثة. جذر ثلاثة ماذا تساوي؟ جذر ثلاثة هي شحال؟ هي 1.73. كما تشوف هي 1.73. نجي دابا نقارن، واحد فاصلة واحد وربعين مع 1.73. راه 73 راه كبر من 41، يعني الدائرة صغيرة. من الدي صغيرة اش نقول ليه؟ نقول ليه الجملة المفيدة. ولكن حنا اش نقولوا ليه؟ نقولوا ليه الدائرة صغيرة من الزيرو. اذا ونجي نكتب ليه هاد الجملة كما هي وفق دائرة شعاع واحد. حنا عارفين العلاقة اللي نستعملو. نجي هاي اش قال لك؟ حنا بينا نقول ليه اذا المستوى لدينا، نجي نجاوب، لدينا اجي تريح هنا، لدينا اذا المستوى ا بي سي، المستوى ا بي سي يقطع
الفلكة اس وفق دائرة شعاعها احنا عارفين الخاصية تاع الشعاع، هاي فين الخاصية تاع الشعاع؟ هي شحال اغ صغيرة شحال تتساوي؟ اغ صغيرة ماذا تساوي؟ هي جذر اغ او كاري ناقص دي او كاري. بالنسبة لاغ هي شنو هي؟ راه هي دي تاع الشعاع. شحال لقينا الشعاع؟ راه هو جذر 3 نشد جذر 3 ونرفعو او كاري ناقص شحال خرجت لي الدي؟ الدي راه حسبت شحال خرجت لي، هي جذر 2، هي جذر 2 او كاري ماذا يساوي؟ فجذر 3 او كاري شحال تعطيني؟ تعطيني هي 3 ناقص جذر 2 او كاري تعطيني هي 2، 3 ناقص 2 تعطيني هي 1، جذر 1 يساوي 1. اذا شعاع الدائرة، سمها لي الدائرة، سمها لي بحال هكا بحال اغ، شعاعها اغ صغيرة يساوي 1. وبهذا نكونو كملنا النقطة تاعنا. ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث اش قال لنا فيه؟ السؤال الثالث قال لك ليكون دلتا المستقيم المار من اوميغا والعمودي على المستوى ABC. السؤال هو قال لك بين ان التعبير هو التمثيل البارامتري للمستقيم دي عليه 0. اوكي نقربوا عليه 0.25. هذا احنا ديجا كنا جاوبنا عليه في الفيديوهات اللي فاتوا، قلنا باش نديرو التمثيل البارامتري لاي مستقيم فخاصنا جوج شروط، خاصنا متجه موجهه وخاصنا نقطه تنتمي الى المستقيم. نجي نديرو ما بغاو هنا، بغاو اسيدي بغاو باننا نلقاو بان اكس يساوي هو 1 زائد تي، وبغاونا بان اكريك يساوي 0، وبغاو بان الزد يساوي 1 ناقص تي. قال لك لي كل مستقيم المار من اوميغا نحتاجو النقطه اوميغا اللي هي 1 0 1، والعمودي قال لك بان الدلتا قال لك راه عمودي على المستوى ABC. شو الطريقه كيفاش؟ فالطريقه دائما الى قال لك التمثيل البارامتر تبقى غير تعاود. لدينا المستقيم سموه لينا دلتا يمر من ايش؟ من اوميغا. نجي ندير الاحداثيه تاعها هي شحال، قال لي يمر من ا، نمشي للمعطيات ونشد ال ا وندير الاحداثيه تاعها اللي هي 1 0 1، والعمودي والموجه، شوف والموجه بالمتجهه المنظميه على المستوى ABC. اعطيك بيسر ديال لي بي، عطي لك دي التي المتجهه بالمتجهه المنظميه على المستوى هي نسموها مثلا ان، نسموها ان، ونمشي نمشي للمعادله الديكارتيه اللي كنا لقينا. ها هي المعادله الديكارتيه، شنو هو اللي كاين حدا اكس؟ هو 1. نجي نحط ليه هنا 1 مزيان. واش هنا عندي اكغيك؟ لا ما كاينش اكغيك، راه ندير شحال يساوي 0 مزيان. امشي حدا الزاد شحال كاين عندي؟ كاين ناقص 1، ونحط هنا ناقص 1، لان ما ننساش لان، ونكتب لي القضيه لان دلتا عمودي على ABC. اذا وبالتالي التمثيل البارامتري لدلتا هو، ونجي ندير لهم هذيك اللعيبه اللي داروا لنا دائما دلتا تنسمي المستقيم، عطيك دلتا دير دلتا، عطيناك دي دير دي اللي عطينك ديرو، ندير اكس ايكغيك زد تساوي. باش نشرحوها هنا ندير اكس تاع اش، انا نتوما ما ديروهاش، انا غير باش نشرح. اكس تاع اش يعني اكس تاع النقطه اللي يمر من المستقيم. شنو هي النقطه اللي يمر من المستقيم؟ راهي اوميغا. ندير اكس اوميغا، هنا غندير ايكغيك اوميغا، زد اوميغا، زائد دائما تندير زائد. المتجهه المنظميه شحال هي؟ ان، هي ان. ندير اكس تاعها يعني اكس تاع ان، ايكغيك تاع ان، والزد تاع ان، هادشي كامل تنضربو في تي 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 تي، وتنقول تي ينتمي الى اغ. فهادي انا شرحت بها، فانا مباشره وانا نجي ندير ليه دلتا هي شنو هي؟ هي اكس ماذا تساوي؟ اكس تاع اوميغا هو شحال؟ هو 1. نحط 1، شحال نزيدو؟ نشوف بعدا كاين، بلا ما نزيد نهتم بالاشاره تاع ان. اكس ان هي شحال؟ هي 1. 1 فاش نضربها في تي شحال تعطيني؟ هي زائد تي، مفهوم؟ نمشي لاكغيك ماذا يساوي؟ اكغيك ماذا يساوي؟ هو 0. عاوتاني هنا شحال عندي؟ هي 0. 0 مضروب في تي هي 0، 0 زائد 0 هي 0. دابا نمشي للزد،
ماذا تساوي؟ امشي للزد، ماذا تساوي؟ يا اكس تاع الزد عفوا تاع اوميغا وشحال؟ هو واحد. مزيان، امشي الاكس الزد تاع ان، الزد تاع ان هو شنو؟ هو ناقص واحد. ناقص واحد نضربه في التي يعطيني هو ناقص تي، ومع تي ينتمي الى اغ. وكما تلاحظوا بان هادشي اللي باغين هما. نجي نحط الورقة هنا نتنام باش نحط كل شيء حدايا هنا. ما كما تشاهدوا هادشي اللي باغين. اوكي نقربوا. كما تلاحظوا بان هذه هي المعادلة الديكارتية اللي باغين، هي هذه. وكما تلاحظوا بان النتيجة اللي لقينا بانها مطابقة، هي واحد زائد تي زيرو، واحد ناقص تي ها واحد ناقص تي. وبالصحة والراحة خديتو 0.25، يعني ربع نقطة. وكما تلاحظوا مفيهاش الخدمة، يعني شحال تاع الوقت نتوما راه ديروا فيها اقل مني، لانني تنقسم انا الورقه على جوج. ندوز للسؤال ما بعد الاخير. قال لك بين ان مثلوج احداثيات اش نقطه تقاطع المستقيم دلتا والمستقيم ا بي سي هي جوج زيرو زيرو. اش الطريقه كيفاش نجاوبوا عليها؟ هنا دائما قال لك بانه قال لك بين بان اش شوش قال لك هو؟ قال لك ان اش هي تقاطع المستقيم دلتا والمستوى ا بي سي. شوش نقول لك؟ اش تقاطع نكتب لك الجمله المستقيم دلتا والمستوى ا بي سي. اي ان اش هي اش، اي ان اش راهي المسقط العمودي. دائما تنقول لكم عقلوا على هذا المسقط العمودي. اي ان اش هي المسقط العمودي لاوميغا على المستوى ا بس. اي ان يعني تقاطع المستقيم دلتا والمستوى ا بي سي هو حل النظمة التالية. هو حل النظمة كلا يجي ديريك واحد النظمة فهي صحيح، ولكن ينقصوا لي صفر فاصل شي حاجة. هو حل النظمة التالية. هذيك النظمة اش قلنا تنديرو فيها؟ قلنا تنديرو فيها الا عندي تقاطع مستقيم ومستوى اش ندير؟ تقاطع فلكة مستوى وفلكة اش ندير؟ هنا راه تقاطع مستقيم مستوى وفلكة، يعني ان اش راه هي نقطة تقاطع المستقيم والمستوى ا بي سي كما قالوا لنا. دائما تنحطمت البارامتري اللي لقينا. شحال لقينا اكس؟ اكس هي واحد زائد تي. شحال لقينا إكغيك هي زيرو. شحال لقينا الزد هي واحد ناقص تي. قلت لكم هنا دائما تندير التمثيل عفوا هنا الفوق تندير التمثيل البارامتري، وتحت تمثيل البارامتري تندير المعادلة الديكارتية للمستوى. شحال كنا عندنا المعادلة الديكارتية للمستوى اللي هي إكس ناقص زد ناقص جوج تساوي زيرو. غنسمي هذه نجمة، غندير نجمة ماذا تكافئ؟ ماذا تكافئ؟ يعني ماذا تستلزم؟ يعني نمشي هنا عندي اكس، يعني اكس نعوضه بهاد اكس. ها هو فينا هو. مزيان، دابا انا عندي الزاد، نشد هاد الزاد نعوضها بهاد الزاد. كون كانت عندي اكغيك كون عوضتها بزيرو، اصلا كون عوضتها بزيرو راه مشى ليا هي زيرو. يعني شحال تولي اكس؟ باش قلنا باش نعوضوها بالاحداث تاع اكس هو شحال؟ هو واحد زائد تي. انا الهدف تاعي هو نلقى القيمة تاع تي، نلقى القيمة تاع تي، نلقاو النتيجة. هما عاطينا النتيجة خاص نلقاو تساوي جوج زيرو زيرو. ناقص، شوف من تكون عندي ناقص نفتح قوس، الزاد شحال عندي؟ هي واحد ناقص تي. راه اللي ما فتحش قوس يدير خطأ. تساوي الزيرو. ماذا تستلزم؟ غتولي عندي هي واحد زائد تي، انشر هاد الناقص تولي هي ناقص واحد، ناقص مع الناقص تولي هي زائد تي ناقص جوج يساوي الزيرو. ماذا تستلزم؟ هنا لاحظوا معايا، نبداو هنا عندي عددين متقابلين مشاو واحد مع ناقص واحد. شحال بقى عندي؟ تي زائد تي تعطيني هي جوج تي ناقص شحال بقى لي انا؟ ناقص جوج يساوي الزيرو. ماذا يستلزم؟ ان جوج تي شحال يساوي؟ هذا سالب، لو حل الطرف الاخر يولي موجب. ماذا يستلزم؟ ان تي شحال يساوي؟ هو جوج. هذا عندي ضرب لو حل الطرف الاخر يولي قسمه. ماذا يستلزم؟ هو تي ماذا يساوي؟ واحد. بتعويض
تي يساوي واحد في التمثيل. في التمثيل البارامتري، البارامتري لي دلتا، لي دلتا نجد. واش راه نجد تسمى ولينا اش نديرو لي اش شحال تساوي؟ نديرو لها بحال هذيك اللقطه اللي كنا حددنا المركز تاع اوميغا، ندير لي دابا اكس اش ايغريك اش زد اش بنفس الطريقه، ولكن هنا اش نشد تي مش نعوض، هنا غتولي هي واحد زائد تمثيل البارامتر هي واحد، غتولي هي واحد زائد واحد. هنا يبقى عندي زيرو حيت اصلا كاين زيرو ما كايناش تي باش نعوضها فيها. هنا يكون عندي واحد ناقص تي شحال لقيناه، هي واحد، هي واحد، يعني ان اش الاحداثيه تاعو شحال، اكس تاعو هو شحال واحد. هنا شنو شحال درت، هنا ندير واحد تي لان تي هي واحد، واحد زائد واحد هي شحال، هي جوج. هنا زيرو، هنا واحد ناقص واحد هي زيرو. راه فعلا راه هادشي اللي باغين، بغاو الاحداثيات، هادشي اللي لقينا حنا نيت، بغاو الاحداثيات هي جوج، هي جوج زيرو زيرو كما تلاحظوا احنا لقيناها جوج زيرو زيرو. فدائما من يقول لك تقاطع ولا مركز، يعني هذا هو المركز تاع نقطة التقاطع، راه هو المركز اللي يجي يقول لي من بعد. فدائما سيروا حلوا المعادلة اللي فات التمثيل البارامتري، الا كان عندكم التمثيل البارامتري هذيك ما كانش عندكم تمشوا تحددوه هو الاول وتمشوا تحلوا النظمة وتلقاو النتيجة. هنا اش قال لك السؤال الاخير؟ قال لك استنتج، يعني استنتج نقول لي غير هضره ونجاوب عليه. قال لك استنتج مركز الدائره اخ، اش نقول لي شو الطريقه كيفاش؟ لان مركز الدائره راه هو هذا، لدينا مركز الدائره اخ، هي مركز الدائره لدينا اش، مركز الدائره هي المسقط، المسقط العمودي، العمودي لأوميغا على ABC. أي أن هادشي غير هضرة، أي أن أش هي تقاطع المستقيم دلتا والمستوى ABC. ولدينا مما سبق تقاطع المستقيم دلتا والمستوى ABC هو النقطة، هو اش الإحداثية تاعو شحال، اللي هو جوج زيرو زيرو. إذن اش ليا جوج زيرو زيرو هي مركز الدائرة اخ. وبهذا نكون جاوبت على ربع النقطة تاعي، لأنه قال لي استنتج. أنا راه بينت هنا، يعني خاصني نقول ليه واحد شوية البلابلا ونجاوب بكل سهولة. نتمنى أن تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو مزيان، وعرفتوا كيفاش تكونوا شفارة تاع النقاط. نتشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتبارطاجوا هادشي مع الاصدقاء تاعكم، باش ان شاء الله كل شيء يجيب نقطة زوينة في مادة الرياضيات. كما قلت لكم الهدف تاعنا هو نفوتو 12، الهدف تاعنا هو نفوتو 12 في امتحان الرياضيات بالخدمة ان شاء الله. كل شيء ممكن، ما عليكم الا تعاودوا هذا الشيء اللي تنديروه، تعاودوا مع تشوفوا الفيديو، ثم ما تشوفوش الفيديو تعاودوا تخدموا، فان شاء الله تحصلوا على النتائج اللي هي رائعه تصدموا في ريوسكم. كان معكم اخوكم سفيان، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.